الإمارات تطالب باستعادة سيادتها الكاملة على الجزر الثلاث المحتلة من إيران في بيان الدولة الذي ألقاه عبد الله بن زايد أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. لجنة مبادرة رئيس الدولة تعلن منح 207 مواطنين مساكن في مختلف الإمارات والموافقة المبدئية على طلبات 544 مواطنا للمساكن. افتتاح معرض جايتكس شوبر 2012 مهرجان تسوق الإلكترونيات الأكبر في المنطقة بإمارة دبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام أينما كنتم، أحييكم في هذه الفترة الإخبارية المحلية وأقدم لحضراتكم عبر شاشة وإذاعة الشارقة نشرة الأخبار، فمرحبا بكم إلى تفاصيلها. في مبادرة كريمة تهدف إلى تعزيز التجربة السياحية والثقافية الفريدة التي تقدمها إمارة دبي، وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بتمديد فترة إقامة فعاليات الترفيه والتسوق والاستجمام العائلية المميزة التي تحييها الإمارة ضمن إطار حدث العيد في دبي في كل عام، احتفالا بحلول عيد الأضحى المبارك لمدة أسبوعين. وعلى هامش إطلاق هذه المبادرة أكد سموه ترحيب إمارة دبي الكبير بكافة زوارها من منطقة الخليج ومختلف أنحاء العالم، خصيصا لاختبار تجربة الضيافة المميزة والبيئة الثقافية الأصيلة التي تقدمها الإمارة احتفالا بالعيد المبارك. في نيويورك وأمام المناقشة العامة للدورة الاعتيادية 67 للجمعية العامة للأمم المتحدة، جدد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية خلال إلقائه بيان دولة الإمارات العربية المتحدة، جدد أسف حكومة الدولة لاستمرار احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى ومطالبتها باستعادة سيادتها الكاملة على هذه الجزر. الأمن والاستقرار في منطقة الخليج يمثلان أولوية عالية في سياسة دولة الإمارات المتزنة، هذا ما أكده سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة. ودعا سموه المجتمع الدولي إلى حث إيران على التجاوب مع الدعوات السلمية الصادقة المتكررة للإمارات العربية المتحدة الداعية لتسوية عادلة لقضية الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة، إما عبر المفاوضات المباشرة الجادة بين البلدين أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية للفصل في النزاع وفق مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي، حيث أوضح سموه أن الدولة تسعى للتعايش السلمي وبناء الثقة وحسن الجوار والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولة واتباع الوسائل السلمية لتسوية النزاعات والخلافات. نؤكد على أن جميع الإجراءات والتدابير التي تتخذها إيران باطلة وتخالف القانون الدولي وكل الأعراف والقيم الإنسانية في هذه الجزر الثلاث المحتلة. بالإضافة لذلك أعرب سمو وزير الخارجية الإماراتي عن قلقه من الملف النووي الإيراني الذي يهدد استقرار وأمن منطقة الخليج العربي، لذا حث جمهورية إيران الإسلامية على التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتنفيذ التزاماتها وتبديد كافة المخاوف والشكوك حول برنامجها النووي. كما تحدث سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان عن عدد من القضايا كالأوضاع في سوريا والاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة. كذلك أكد سمو وزير الخارجية على دعم الإمارات لأمن واستقرار أفغانستان واستمرار الدعم التنموي والإنساني لهذا البلد المنكوب وغيره من دول العالم. لأخبار الدار سعيد بغازي. وفي الاجتماع نفسه أكدت المملكة العربية السعودية أن تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الخليج العربي لا يأتي إلا عن طريق إقامة علاقات مبنية على الاحترام المتبادل وحسن الجوار والتعاون البناء، بما في ذلك إنهاء الاحتلال الإيراني للجزر الإماراتية واتباع الوسائل السلمية لمعالجة هذا الموضوع سواء عن طريق المفاوضات الثنائية أو باللجوء إلى محكمة العدل الدولية. كما شدد المتحدث
المتحدث باسم السعودية في كلمته على أن أزمة الملف النووي الإيراني تشكل أحد أهم التحديات على الأمن والسلم الدوليين وأمن واستقرار منطقة الخليج العربي على وجه الخصوص. تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه بتأمين أرقى مستويات العيش الكريم للمواطنين وتأهيل وإنشاء البنية التحتية بالدولة بما يواكب النهضة العمرانية الشاملة التي تشهدها مختلف القطاعات بالإمارات، وبمتابعة من الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أعلنت لجنة مبادرات رئيس الدولة منح عدد من المواطنين مساكن في مختلف إمارات الدولة. خلال اجتماعها الأخير برئاسة معالي أحمد جمع الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة رئيس لجنة مبادرات رئيس الدولة، أعلنت اللجنة منح 207 مواطنين مساكن في مختلف إمارات الدولة ممن استوفوا شروط الحصول على مساكن. كما أعلنت اللجنة قائمة أولية بأسماء 544 مواطنا تقدموا للحصول على مساكن تمت الموافقة المبدئية على طلباتهم، ويتوجب عليهم مراجعة وزارة الأشغال العامة لاستكمال الأوراق المطلوبة تمهيدا لاعتمادها بشكل نهائي بعد التأكد من استيفاء كافة شروط وإجراءات الحصول على مسكن حكومي حسب اللوائح والنظم المعمول بها في الدولة. وعلى صعيد المشاريع التنموية، أقرت اللجنة ترسية 5 مشاريع مختلفة في إمارات الدولة بتكلفة قدرها 100 مليون درهم، شملت ترسية أعمال إنشاء 100 مسكن للمواطنين بالجزيرة الحمراء في إمارة رأس الخيمة وإنجاز 12 مسكنا للمواطنين بمسافي في إمارة الفجيرة. وكذلك اعتمدت اللجنة إنجاز طرق منها إنجاز المرحلة الأولى من الطريق الدائري الغربي في خرفكان، بالإضافة إلى اعتماد أعمال توسعة في بحيرات السدود كسد ممدوح في رأس الخيمة وتصميم والإشراف على إنشاء شبكات ومحطات للصرف الصحي في منطقة الجزيرة الحمراء برأس الخيمة والحراي بخرفكان. وعلى الصعيد الطبي، أقرت اللجنة توريد وتركيب معدات طبية في مختلف إمارات الدولة منها أجهزة أشعة سرطان الثدي لرعاية الأمومة والطفولة في المحلات الكبرى. لأخبار الدار منى الرئيسي. ولتسليط الضوء على ما أقرته لجنة مبادرة رئيس الدولة من مشاريع إسكان ومشاريع تنموية في مختلف إمارات الدولة، ينضم إلينا عبر الهاتف سعادة الدكتور عبد الله بالحيف النعيمي وكيل وزارة الأشغال العامة عضو اللجنة. دكتور عبد الله، مرحبا بك، حياك الله معنا في أخبار الدار. يا مرحبا وسهلا. بداية، حدثنا عن نتائج الدراسة المقدمة من قبلكم حول طلبات المواطنين للإسكان ونتائج الجولات الميدانية للتأكد من استيفاء المواطنين بالقائمة لشروط الحصول على مسكن حكومي. هذه الحقيقة الكشوفات أتت من خلال زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد للإمارات المختلفة. نعم. وتم تجميع مجموعة من الـ من الـ من الـ الكشوفات وصلت إلى 1600 متقدم لمسكن. المجموعات اللي توافق عليها اليوم هي عبارة عن مجموعتين، المجموعة الأولى وهي عبارة عن 200 وشوي هي اللي تم الموافقة عليها بشكل نهائي. نعم. وهناك المجموعة الثانية اللي تمثل الموافقة المبدئية، وأنه يطلب من المواطنين استكمال بياناتهم. بما أن مشاريع الإسكان كان لها النصيب الأكبر من المشاريع التي اعتمدتها لجنة مبادرات رئيس الدولة، حدثنا عن مواصفات هذه المساكن ومتى سيتم الإعلان النهائي للقائمة الأولية التي تم اعتمادها بأسماء 544 مواطنا. مواصفات المساكن حقيقة هي عبارة عن مسكن نموذجي بمساحة تقارب 400 قدم مربع. هذا المسكن حقيقة يشمل على يعني ملحق خارجي، وهذه خصوصية المواطنين. نعم. أن يكون هذا يكون هناك مجلس منفصل، وكذلك غرفة للخادمة وللسائق. في المواصفات الفنية الحقيقة روعية في تصاميمها بأن تكون هذه المساكن صديقة للبيئة ومجهزة بكافة وسائل الراحة من
مكيفات وإضاءة وخلافه. اليوم في هذه المساكن الجديد حقيقة أنه نحن تجاوزنا المسكن المنفصل. اليوم نحن نتكلم عن مجمعات سكنية، بدأنا بهذا المفهوم، المجمع السكني المتكامل اللي يشمل على كل المرافق من ملاعب ترفيهية، كذلك أضفنا له مجلس كبير للمناسبات الاجتماعية التي يساهم في، يعني هذا حقيقة يعني يساهم هذا المفهوم في التلاحم الاجتماعي والتقارب بين الأسرة الواحدة في مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة. ماذا عن مشاريع البنى التحتية والصرف الصحي التي أقرتها اللجنة أيضا؟ هذه حقيقة مبادرة جديدة، لجنة مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة وجدت أنها تساهم فيها للحفاظ على 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 بيئة نظيفة، على مجتمع نظيف في هذه المجمعات اللي نحن نتكلم عنها. هناك قرار الحقيقة من لجنة مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة بأن كل مجمع سكني يتجاوز العدد فيه 50 مسكن لابد من أن يتم تجهيزه بمعدات لإعادة الاستفادة من مخلفات المجمع والاستفادة من المياه الناتجة عنه للري في هذا المجمع. لذلك اليوم في المسكن هناك بنية تحتية لابد أن تنسجم مع مجتمع الإمارات المتحضر لليوم. الآن على مستوى الدولة ككل حقيقة هناك مجموعة كبيرة، يمكن أعلنت الحقيقة اليوم في هذا الخبر عن مجموعة من الأعمال الطرقية اللي في الإمارات المختلفة، وهذه هي الحقيقة ضمن يعني مبادرات تأتي بشكل أسبوعي من خلال اجتماع لجنة مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة. إذن سعادة الدكتور عبد الله بالحيف النعيمي وكيل وزارة الأشغال العامة عضو لجنة مبادرات رئيس الدولة، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة والإفادة أيضا. شكرا جزيلا. ومن مكرمات سموه الداخلية إلى مساعدته الخارجية، فتنفيذا لمبادرة وتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبو ظبي في المنطقة الغربية رئيس هيئة الهلال الأحمر، أعلنت إدارة المشروع الإماراتي لمساعدة باكستان عن حملة إنسانية جديدة لتوزيع 10,000 سلة من المواد الغذائية على الأسر النازحة من العمليات العسكرية بجمهورية باكستان الإسلامية بتكلفة وقدرها $500,000. وذكرت إدارة المشروع الإماراتي أنه سيتم نقل وتوزيع السلة الغذائية لمستحقيها في مخيمات النازحين خلال الأيام القريبة المقبلة. وفي سياق متصل، أعلن سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبو ظبي في المنطقة الغربية رئيس مكتب تنسيق المساعدات الخارجية، أعلن أن دولة الإمارات ومؤسساتها الحكومية والإنسانية والخيرية قدمت مساعدات خارجية بقيمة 7,740,000,000 درهم خلال العام الماضي 2011. جاء ذلك خلال إطلاق سموه لتقرير المساعدات الخارجية الدولية لدولة الإمارات لعام 2011، وبين التقرير التزام الدولة بتقديم 674,900,000 درهم في الأعوام اللاحقة. واستفادت من المساعدات الخارجية ككل 128 دولة في جميع أنحاء العالم. وقال سموه إن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات تحرص كل الحرص على أن تساعد في تنمية الشعوب الفقيرة من خلال إقامة المشاريع التنموية، بالإضافة إلى المسارعة في تقديم كل ما يلزم خلال الكوارث لإنقاذ الأرواح وللتخفيف من معاناة المتضررين. مشاهدينا ومستمعينا، نتوقف قليلا وإياكم عند هذا الفاصل، ابقوا معنا لتتابعونا لاحقا. الشارقة تشارك العالم في احتفائها بيوم القلب العالمي عبر مؤتمر عالم واحد منزل واحد قلب واحد.
جايتكس شوبر 2012 مهرجان تسوق الإلكترونيات الأكبر في المنطقة، فتح أبوابه أمام محبي التقنية اليوم السبت في قاعة الشيخ سعيد ومنطقة البلازا بمركز دبي التجاري العالمي للمرة الأولى على مساحة 35 ألف متر مربع. وتستمر فعاليات الدورة 22 حتى 6 من أكتوبر المقبل. إلى التفاصيل. من رقعته الجديدة بمركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، انطلق معرض جيتكس شوبر، أحد أهم وأفضل منصات مبيعات التجزئة الإلكترونيات للمستهلكين. جاءت انطلاقة المعرض بجولة قام بها سمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد المكتوم رئيس هيئة دبي للثقافة والفنون، الذي تفقد أرجاء المعرض والأجنحة المشاركة التي بلغت 120 منصة عرض لأكبر الأسماء في قطاع الإلكترونيات، التي تقدم بدورها تشكيلة واسعة من أحدث المنتجات التي يطرح بعضها لأول مرة في المنطقة. معرض جايتكس هو الوقت الصحيح لنعرض أجهزتنا الجديدة، خاصة أنه في الإمارات التي تعد سوقا مفتوحة يمكننا الانطلاق منها لباقي الدول المجاورة. ومع انتهاء جولة سمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد المكتوم في المعرض، تم فتح الأبواب للزوار الذين تهافتوا عليه وملؤوا أروقته بحثا عن أحدث الابتكارات التقنية وعروض التسوق المغرية، وبالطبع عن الجوائز التي ستمنح للمتسوقين والتي يتجاوز مجموعها 50 مليون درهم. هذا الإقبال دفع العارضين بالمعرض للتفاؤل، خاصة مع موقع المعرض الجديد. والله الحين طبعا اليوم أول يوم، بس مبين الإقبال جيد. أنا أظني أكثر الإقبال لأن موقع المعرض السنة موقع على شارع شيخ زايد وجنب المترو، فأظني إن شاء الله السنة هاي بيكون في إقبال جيد كثير. الموقع الجديد والحضور العالمي الواسع أسباب كانت كافية لتفسر ما نراه هنا من القاعات الممتلئة بالمتسوقين والأجواء التنافسية الحاصلة بين الشركات القادمة من 10 دول جاءت لتغتنم هذا المحفل الإلكتروني الأهم في المنطقة ولترفع مؤشرات مبيعاتها. هكذا كانت البداية لمعرض جايتكس شوبر في دورته لهذا العام. لأخبار الدار، حسام سليم من مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض. يوم القلب العالمي مناسبة عالمية تأتي للتذكير بأمراض القلب ومخاطره. مستشفى القاسمي أراد الاحتفاء بهذه المناسبة على طريقته الخاصة التي نستعرضها في سياق التقرير التالي. لأنه أغلى ما نملك وهو النابض بالحياة، يأتي 29 من سبتمبر كل عام لتحتفي منظمة الصحة العالمية بيوم القلب العالمي. هذا اليوم الذي يعود ليذكر العالم أجمع بمخاطر أمراض القلب. أدخل مستشفى القاسمي تقنية جديدة لاستئصال الوريد الصافن، والذي يستخدم في جراحة ترقيع الشرايين التاجية عن طريق المنظار، بدلاً عن الطريقة القديمة والتي يستلزم فتح الساق والفخذ بالكامل لاستخراج الوريد. ومن مزايا الطريقة الجديدة عمل فتحة صغيرة حوالي 2 سنتيمتر بدل عن 40 سنتيمتر أو أكثر، مما يساعد على سرعة التئام الجرح. صار في إحصائيات عالمية كتير هلأ عم تشير إلى أنه أكبر سبب من الوفاة عند النساء في العالم هو أمراض القلب. مستشفى القاسمي في الشارقة احتفى بذلك اليوم بطريقته الخاصة لينظم مؤتمر القلب بحضور نخبة من أطباء القلب، جاءوا ليتحدثوا للأكاديميين والخبراء بمستجدات أمراض القلب ومخاطره عن طريق أرقام عالمية جديدة. الهدف من هذا المؤتمر هو يأتي تزامنا مع يوم القلب العالمي لنتكلم عن الأمراض القلبية والأوعية الدموية وأحدث العلاجات في مجال القسطرة القلبية وجراحات القلب المفتوح والعناية التمريضية طبعا. الأمراض القلبية والأوعية الدموية وأحدث التطورات في علاج الأمراض في مجال القسطرة كانت محاور هذا اللقاء، الذي أكد فيه الحاضرون على استخدام كافة الأساليب العلاجية العالمية في الحد من أمراض القلب، وهو سعي من مستشفى القاسمي الذي أصبح يشكل علامة بارزة في المشافي الإماراتية في مجالات أمراض القلب. قلب واحد، عائلة واحدة، منزل واحد، هذا هو شعار يوم القلب العالمي الذي جاء ليعيد تسليط الأضواء على مخاطر القلب والشرايين. لنشرة أخبار الدار، مراد الشباب، الشارقة.
وننتقل إلى أبوظبي، حيث نظم مركز سلطان بن زايد للثقافة والإعلام ندوة بعنوان هل يلبي خريجو كليات الإعلام حاجات السوق في دولة الإمارات؟ وللإجابة على هذا التساؤل اجتمع نخبة من المختصين في الإعلام في مقر المركز. محمد رمضان من العاصمة والتفاصيل. في إطار المسؤولية الوطنية والاجتماعية التي يطلع بها مركز سلطان بن زايد للثقافة والإعلام، عقد المركز ندوة حول الإعلام والتوطين تؤكد أهمية موائمة الدراسة مع متطلبات السوق للمشاركة في عملية البناء وإيجاد المواطن القادر على العطاء بحرفية والتزام. طبعا الإمارات تعيش نهضة شاملة على صعيد الاقتصاد والتنمية وعلى صعيد الإعلام، لكن يلفت النظر أنه المواطنين في هذا القطاع فئة قليلة، فأحببنا أن نثير تساؤلات. لماذا؟ هل الخطأ في المساقات، في الواقع الإعلامي، في الأشخاص أنفسهم؟ المتحدثون في الندوة تطرقوا إلى جوانب عدة، منها مدى تلبية كليات الإعلام وأقسامها في جامعات الدولة وغيرها لحاجيات السوق والعمل، وأبرز التحديات والمعوقات الموجودة. القطاع الإعلامي ليس قطاع كتابي فقط، ولكن تلفزيوناتنا بحاجة إلى كوادر مواطنة، بحاجة إلى مواهب مواطنة، لابد أن نتبنى هذه المواهب. الجهد يجب أن يتركز على كيفية تقريب العاملين في قطاع التعليم الإعلامي مع العاملين في الصناعة. الندوة تندرج ضمن برامج مركز سلطان بن زايد للثقافة والإعلام في موسم 2012، كما تأتي استمرارا لدوره في نشر الثقافة الراقية والإعلام المستنير النابعين من قيم المجتمع وعادته ودعم أبناء الوطن لرفعة مكانة الدولة. بين الواقع والطموح خرجت الندوة بتوصيات كثيرة، أهمها إزالة الفجوة بين الجامعات الأكاديمية ومتطلبات سوق العمل. لأخبار الدار، محمد رمضان، أبو ظبي. حملة الشارقة إمارة صديقة للطفل نظمت ورشة عمل استهدفت السيدات لإبراز أهمية الحملة وتحقيق أهدافها عبر تشجيع الأمهات على الرضاعة الطبيعية إبراز فوائدها لهن وللأطفال على المدى البعيد. تعزيز الوعي بين صفوف النساء وخاصة الحوامل منهن بضرورة اللجوء إلى الخيارة الطبيعية وتصحيح المفاهيم الخاطئة على الرضاعة الطبيعية. ها هي حملة الشارقة صديقة للأم والطفل تواصل جولاتها على المؤسسات التابعة للإمارة وتلقي الظلال على الفوائد المترتبة على الرضاعة الطبيعية. نحن حاليا نحن في المؤسسات الحكومية اللي هي بتكون مؤسسة صديقة للأم. المبادرات اللي نتواصل يعني كل يوم في مكان، تكون في مبادرة في الحضانات أيضا تقدم نفس هذه الدورة. هاي الحضانات تكون صديقة للرضاعة الطبيعية. طبعا الحضانات اللي ترعى الأطفال من عمر 0 إلى 2، هاي أهم الحضانات اللي تكون صديقة للرضاعة الطبيعية، لأن عملية التواصل بين الأم وطفلها في غاية الأهمية للطرفين. فقد طرحت ورشة العمل العديد من المحاور، منها أهمية الرضاعة الطبيعية وفوائدها الجسدية والنفسية وكيفية متابعة الرضاعة والعودة للعمل انتقالا لمفاتيح نجاح الرضاعة، أخيرا إلى كيفية حماية الرضاعة الطبيعية. الرضاعة تشمل الطفل والأم والمجتمع بشكل عام. أهميتها للطفل أنها تحمي الطفل من الأمراض المعدية، حيث أنها تقوي مناعة الطفل، تزيد نسبة ذكاء الطفل، تحمي الطفل من الأمراض بعد عمر مثل أمراض السكر، الضغط، تصلب الشرايين فيما بعد. كلما زادت مدة الرضاعة الطبيعية زادت فوائدها الصحية على المدى البعيد للطفل. ولك أنت أيتها الأم، حيث أوضحت الدراسات أن الأمهات التي لا يقمن بإرضاع أطفالهن طبيعيا يواجهن مخاطر أعلى بالإصابة بأمراض خطيرة. ما تزال سلسلة الدورات والمحاضرات الخاصة بالحملة تجوب أنحاء الإمارة لتحقيق أهدافها المشهودة ولجعل إمارة الشارقة صديقة للأم والطفل. سماحة الشيخ لإخبار دا من الشارقة.
وإلى هنا نصل وإياكم مشاهدينا ومستمعينا لختام نشرة أخبار الدار التي قدمناها لكم من مركز الأخبار بمؤسسة الشارقة للإعلام. شكرا لطيب المتابعة، وهذا تذكير أخير بأبرز ما جاء فيها. الإمارات تطالب باستعادة سيادتها الكاملة على الجزر الثلاث المحتلة من إيران في بيان الدولة الذي ألقاه عبد الله بن زايد أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. لجنة مبادرات رئيس الدولة تعلن منح 207 مواطنين مساكن في مختلف الإمارات والموافقة المبدئية على طلبات 544 مواطنا للمساكن. افتتاح معرض جايتكس شوبر 2012 مهرجان تسوق الإلكترونيات الأكبر في المنطقة بإمارة دبي.